مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في هذه التغطية الخبرية اليومية والتي تأتيكم بصورة مباشرة من قناة بلقيس. في تغطيتنا لهذا اليوم نناقش المقاومة كخيار حكومي لاستعادة الدولة. فالمقاومة الشعبية توسع جبهاتها القتالية وتسجل انتصارات يومية رغم قلة الإمكانيات وقوة الخصم، فيما تعول السلطات الشرعية على ما يبدو في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب على خيار المقاومة أكثر من الحوار السياسي. التوسع في جبهات القتال وإن بدا مهما على صعيد استعادة الدولة إلا أنه يظل بحاجة أكثر إلى دعم مادي ومعنوي ولوجستي بما يتناسب مع حجم التحدي والرهان أمام ميليشيا تمتلك إمكانيات دولة. سوف يكون معنا عبر الهاتف من القاهرة الخبير العسكري محسن خصروف، ومن الرياض سوف ينضم إلينا محافظ الجوف السابق الشيخ محمد سالم بن عبود، ومن الدوحة سوف ينضم إلينا أيضا الصحفي والكاتب غمدان اليوسفي. وقبل أن أبدأ مع ضيوفي هذه التغطية نتابع هذا التقرير ونعود بعده للنقاش. الأزمة اليمنية تدخل مرحلة جديدة من التعقيد، وتبدو إحياء العملية السياسية مهمة صعبة لدور أممي فقد ثقة اليمنيين. التعثر السياسي يرافقه توسع ميداني في جبهات القتال كسياسة حكومية جديدة تعول فيما يبدو على الحسم العسكري أكثر من الحوار في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. فقد أعلن في منطقة خمر بمحافظة عمران عن تشكيل مجلس عسكري بالتزامن مع اندلاع اشتباكات في منطقة دنان غداة تحذيرات اطلقتها القبائل لميليشيا الحوثي بمغادرة المحافظة فورا. هذه التحركات تزامنت مع الانتصار النوعي الذي حققته المقاومة الشعبية في محافظة الضالع وقبلها في محافظة الجوف، كما أنها تأتي عقب الإعلان عن مجالس قيادة للمقاومة في إب وإقليم تهامة. والأهم من ذلك أنها تأتي في ظل صمود أسطوري في تعز وعدن ومأرب لمقاومة شعبية تدافع عن ما تبقى من كرامة الدولة. توسع جبهات المقاومة في المحافظات الشمالية وإن بدا مهما على صعيد استعادة الدولة، غير أن مراقبين لا يتوقعون أن يؤثر ذلك على أرض الواقع بشكل كبير ما لم تسند هذه التحركات بدعم قوي من الحكومة والتحالف العربي الداعم لها. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين من جديد. انضم إلينا الآن من الرياض الشيخ محمد سالم بن عبود، وهو المحافظ السابق للجوف وعضو مؤتمر الحوار. مرحبا بك شيخ محمد. حياكم الله. حياكم شيخ محمد. بداية الحديث عن حوار وعن مقاومة في الأرض، أي الخيارين يرجح أكثر وأيهما أكثر فاعلية لاستعادة الدولة؟ حقيقة الخيار المرجح أكثر والذي يصب في مصب استعادة الدولة هو خيار المقاومة. المقاومة لا سواها هي التي ستعيد الدولة المنهوبة والدول المختطفة التي اختطفتها عصابة الانقلاب والتمرد في الجمهورية اليمنية. نعم. إذا ابقى معنا شيخ محمد سالم بن عبود. سوف ننتقل الآن إلى القاهرة، معنا من هناك العميد محسن خصروف. مرحبا بك سيادة العميد. مرحبا. سيادة العميد، سوف أطرح لك ذات السؤال. هناك المقاومة الشعبية على الأرض وخيارات الحوار باختلافها، سواء كانت مخرجات الرياض أو أي تحركات أخرى، أيهما أكثر فاعلية في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب؟ والله يا عزيزتي، هذا الأمر يتوقف على فهم ميليشيات صالح والحوثي للمسألة اليمنية. إن كانوا يريدون السلام فالكرة في ملعبهم. قرار مجلس الأمن 22/16 واضح ومحدد المعالم. قرارات مؤتمر الرياض واضحة. مخرجات الحوار الوطني واضحة. كلها تتجه نحو شيء واحد، الدولة المدنية الديمقراطية التعددية السلمية، التعايش مع بين الجميع، القبول بالآخر. إن كانوا يريدون هذا فقرارات قرار مجلس الأمن 22/16 يحدد الطريق إلى الوصول إليه، الخروج من المدن الرئيسية، تسليم أسلحة الدولة، إعادة الجيش إلى السلطة الشرعية، تشكيل حزب سياسي، إعلان برنامج سياسي، العمل كمكون سياسي في الساحة اليمنية ضمن المكونات الأخرى. إن كان يريد هذا فالمسألة ستكون في الاتجاه الصحيح.
إن كانوا يريدوا أشتي لحم من كبشي واشتي كبشي يمشي تماما، أو نجم لي كما يقول اليمنيون ونجمي الأسد، ما تنفعش يعني. يعني يكونوا يحتلوا الدولة ويستولوا على القوة المسلحة وعلى أسلحتها ومعداتها ويسيطرون على اليمن ويريدون الحوار. الحوار يبدأ بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، هذه واحدة. وإلا فكما يقول أيضا مثل الشعب اليمني، اقرا ياسين وفي يدك حجر. المقاومة الشعبية الفاعلة على الأرض هي التي تحدد خيارات السلام إذا رفض الحوثيون هذه الخيارات. نعم، برأيك أنت أيهما ترجح؟ أي الخيارات، الخيارين ترجح من خلال المعطيات الموجودة الآن على الأرض؟ أنا كلامي كان واضح جدا يعني، كلامي واضح. لا أتحدث عن رأيك أنت من خلال قراءتك كقراءة عسكرية، هل ترجح بأن هذه القوى الإنقلابية ربما ترضخ للقرار الأممي وتسلم السلاح، أم أنها لن تتعامل إلا بالقوة وسوف تفرض المقاومة رأيها في النهاية؟ أنا لا أثق في صالح ولا في الحركة الحوثية، وهم تعودوا على الكذب على الذقون، ولذلك يصبح في مثل هذا الجو الذي يفضل فيه الحوثيون وعلى عبد الله صالح خيار الحرب، أن المقاومة الشعبية هي الطريقة الصحيحة للوصول إلى ما إلى تحقيق أهداف الشعب اليمني في الاستقرار والسلام يعني. أمس علي عبد الله صالح في مقابلته مع قناة الميادين يعني مارس الكذب على طريقته. نعم. وادعى بطولات ليست موجودة على أرض الواقع، ولكنه في المقابل أثبت أنه شريك فاعل وقوي في الميدان، وأنه يقاتل مع الحوثيين وأنه حليفهم وأن جيشه يقاتل معهم وأنهم شركاءه، ويعتب عليهم حينما ذهبوا إلى عمان دون أن يستأذنوا وهم شركاء في الميدان. وتحدث مش كرئيس سابق، تحدث كرئيس دولة وكحاكم فعلي لليمن الآن. كان هذا يعني مجمل حديثه، وإن كذب بعد ذلك وقال أننا رأنا مواطن ولا نعود للسلطة، لكن كان محتوى حديثه بالكامل يشير إلى أنه يتحدث كمسؤول، كرجل دولة، كسلطة، كرئيس، كحاكم فعلي اليمن. نعم، وهذا أيضا يقودنا إلى سؤال، على ماذا يستند صالح أو المخلوع مع الميليشيا في هذه الثقة أو في استمرارهم في القتال على الأرض؟ هو طبعا الآن عرف بما لا دع مجال للشك أن الخليجيين وحلفائهم قد عرفوا أنه يعني مخادع وأنه لا يعني رجل لا يؤتمن، فصار مصيره مرتبطا بشكل تام بالحوثيين وإيران هكذا يعني. هو يقول أنه لا خطر من إيران على اليمن، إيران لا تشكل أي خطر على اليمن، لا مذهبي ولا سياسي ولا ما يتعلق بالصراع ولا في أي شيء. والآن يتحدث كأي قائد حوثي أو شأنه شأن أي واحد من قادة الحركة الشيعية الجعفرية في الوطن العربي، يتكلم بشكل واضح يعني. لذلك فإن المسألة المفصلية الآن هي أن يعقل كل قادة العمل الاجتماعي والسياسي في اليمن. أنا أعول على القيادات الشعبية اليمنية، على الشخصيات الاجتماعية، على مشايخ وعقال وأعيان اليمن أن يرعوا ويعرفوا أن هؤلاء الحوثيين وعلي عبد الله صالح يمضون باليمن نحو التدمير والاقتتال. وأعول أيضا على قادة القوات المسلحة، قادة الألوية والتشكيلة العسكرية، وأرجوهم وأطالبهم وأشيد بوطنيتهم أن يتجهوا نحو الانصياع للسلطة السياسية الشرعية، للرئيس عبد الرب منصور هادي، للرئيس الأركان، للقيادة العسكرية الحالية. نعم سيادة العميد، إذن ليمنعوا الاقتتال الأهلي في اليمن. نعم، إذا أنت تعول على العقلاء في البلد سواء من مشايخ وأعيان أو من قيادات عسكرية. من جهتك شيخ محمد سالم بن عبود، على ماذا تعول؟ حقيقة نحن نعول التعويل الكامل على شبابنا، شباب الثورة الذين جادوا ثورة فبراير وسعوا للتغيير والتصحيح وجاءوا بثورة شبابية شعبية سلمية انقلب عليها حقيقة المخلوع وزبانيته وميليشياته من الحوثية، وحاولوا أن يحولوا هذه الثورة من شبابية شعبية سلمية إلى ثورة حربية عسكرية. وحقيقة نعول نحن على وجهاء وأعيان البلاد وعقلاء البلاد، سواء من
رجال القبائل او الاحزاب والتنظيمات السياسيه او من ضباطنا وقاداتنا في القوات المسلحه الذين لا يزالون موالين ومساندين للشرعيه، وهم كثر ولكنهم يريدون ترتيب واعاده هيكله وتنظيم. نعم سيادة العميد خصروف، في الحديث عن الشخصيات الاجتماعية والأعيان وأيضا القيادات العسكرية الموالية للشرعية، أيضا يتساءل البعض عن بعض تراجع لمواقف هذه الشخصيات التي يعني اعتبرت داعمة للشرعية، وخير دليل على ذلك ما يحدث في شبوة على سبيل المثال وبعض ما حدث من بعض أشراف مأرب، كيف تابعت هذه الأحداث خلال اليوم الماضيين؟ مش بس هذه، يعني الآن هناك في قلب اليمن في محافظة ذمار ثلاث قبول يمنية، من أهم القبول اليمنية عنس والحدا وآنس إضافة إلى عتمة، أعلنت انحيازها للشرعية ووقوفها ضد الحوثيين بعد أن قام الحوثيون بقتل العديد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والصحفية في عتمة وذمار وعنس والحدا وفجروا البيوت وانتهكوا الحرمات. هذه الثلاث القبور الأهم، لو أن القوى السياسية الموالية للشعر تلتقط هذا الخيط وتتصل بهذه القبائل وتدعمها، وقوى التحالف أيضا دول التحالف تدعم هذه القوى، لانفجرت المقاومة في كيف قلب كيف اليمن تدعم؟ هذا هو السؤال، كيف تدعم الحكومة هذا كيف تلتقط هذا الخيط وتدعم هذه القوى الموالية للشرعية؟ هناك الكثير يتحدث عن تقصير وقصور في أداء الحكومة فيما يتعلق بدعمها ومساندتها للمقاومة في الأرض وأيضا للقوات الموالية للشرعية، كيف يمكن أن تعزز هذه الحكومة الدعم والمساندة للمقاومة؟ أولى هذه الخطوات أن تخرج الحكومة من الرياض إلى شبوة أو سيئون أو مأرب أو المهرة، تخرج إلى منطقة آمنة وتقود الحكومة والدولة من هنا، يخرج الرئيس نائب الرئيس ورئيس الوزراء يخرج إلى منطقة آمنة وما هو حكومة مصغرة أمنية وسياسية واقتصادية مكثفة أو مختصرة تقود العمل السياسي والعسكري، وأن يكلف وزير الداخلية إذا لم يكن بالإمكان باعتبار الوفاء ومن باب القيم والأخلاق اللواء الركن محمود صبيحي كرجل وطني ورمز وطني عظيم، أن يكلف وزير الداخلية بالقيام بمهام وزير الدفاع والتنسيق مع رئيس الأركان ويعين نواب رئيس الأركان وهيئة عملية حربية من القيادات العسكرية المهنية المحترفة المؤهلة عسكريا الفاعلة تقود العمل السياسي والعسكري وتوحد نشاط المقاومة الشعبية في كل مكان في كل المحافظات، نتحدث الآن عن مقاومة وطنية شعبية في عدن وتعز وأبيان والضالع وردفان ومأرب والجو وعنس والحدا وآنس وحجة وتهامة، كل المقاومة تنتشر الآن في كل مكان، الحوثيون يقاومون ويقتلون في كل مكان، إذا وجود الدولة أولا وجود الحكومة أولا في الداخل في الأرض في الداخل في الداخل اليمني هي الخطوة الأولى، ثم تبدأ الدور على دول التحالف بتدعم هذه البؤر الثورية والمقاومة بالمال والسلاح والعتاد والمواد وأدوات وسائل الاتصال والوسائل والأدوات الطبية والتموينية إلى آخره، دعم كامل، هذا هو الذي سيخرج اليمن مما هو فيه ويوصلنا إلى بر الأمان، وهذا هو الذي سيمنع تطوير وتطويل الاحتراب الأهلي، سيمنع الاحتراب الأهلي. الآن الأرضية مهيئة للمقاومة الشعبية ضد الحوثي وعلي عبد الله صالح بشكل واضح، لا يحتمل لبسا ولا غموض، ليس فيه شك، يعني المهم الحكومة تخرج وتلتقط هذه الفرصة وتدعم المقاومة الشعبية لنصل إلى نتيجة نهائية، لنصل إلى الدولة، لا الأحزاب ولا الميليشيات. نعم سيادة العميد محسن خصروف، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا جزيلا لك. الشيخ محمد سالم، تحدث سيادة العميد عن ضرورة تواجد القيادة السياسية في جزء من البلد وتحدث عن شبوة أو مأرب، هذا الخيار الذي اعتبره العميد واحد من أسباب من أهم أسباب تقوية ومساندة المقاومة في الأرض، هل هو وارد في أذهان أو في ذهن القيادة السياسية في الرياض؟ حقيقة أنا مع العميد أطرق في هذا الرأي، وتواجد القيادة السياسية في
الداخل لأنها تعتبر مساندة، إذا تواجدت الداخل تعتبر سند قوي للمقاومة الشرعية داخل الأرض اليمنية، وخاصة وقت المقاومة الآن تحقق انتصارات مسموعة وملحوظة ومرئية، سواء كانت هذه الانتصارات في محافظة مأرب أو في الضالع أو في تعز أو في عدن أو في محافظات الجمهورية التي كل يوم والمقاومة تزداد ضراوة وتزداد تقدم وحقيقة ودحر لميليشيات الحوثي والطائش. وحقيقة أنا مع هذا الرأي أن تتواجد القيادة السياسية في الداخل وأن تسند المقاومة إسناد قوي، لأن نحن معولين تعويل كبير على الرئيس الشرعي عبد الرب المنصور هادي ونائبه دكتور خالد بحاح أن يكونوا سند وظهر لهذه المقاومة حتى تحقق هذه المقاومة أهدافها التي تسعى إليها. وحقيقة بدعم وإسناد الرئيس ونائبه للمقاومة ستحقق المقاومة إن شاء الله انتصارات دولية وكبيرة، ما كلما زاد الإسناد والدعم من القيادة السياسية والقيادة الشرعية كانت هناك ملاحظة واضحة على الميدان، وخاصة في التقدم والانتصار الذي ستحقق هذه المقاومة فيما لو سندت إسناد قوي من قبل القيادة السياسية ممثلة بالرئيس ونائبه. هل يعني هذا بأننا ربما نسمع قريبا عن تواجد للقيادة السياسية أو عسكرية داخل الجغرافيا اليمنية؟ بدأت لما إن شاء الله سنسمع قريب، لأنها بدأت الآن تتواجد بعض القيادات السياسية والعسكرية، وخاصة ممثلة برئيس هيئة الأركان المعين الجديد اللي هو الركن محمد العلي المقدشي، وأيضا القيادات الموجودة هناك في اليمن والمتواجدة على الساحة سواء كانوا محافظين أو قادة ألوية أو قادة كتائب أو قادة أحزاب سياسية أو قادة قبلية من جميع المحافظات الجمهورية اليمنية. حقيقة هذا التواجد الآن لكنه يريد الدعم والتشجيع من إلى حكومة المملكة حفظها الله، هذه الحكومة التي ساندت عاصفة الحزم التي حققت انتصارات وحققت أيضا كبيرة كنا نتمناها ونطمح إليها، هذه العاصفة حقيقة حققت هذه الأهداف هذه الإنجازات، وإذا ما أسندت هذه العاصفة وهذه المقاومة على الساعة اليمنية من قبل القيادة السياسية ممثلة بالرئيس ونائبة الدكتور خالد بحاح ستحقق ثمارها وتؤتي كلها إن شاء الله تعالى. و نشكر لا يسمع إلا أن نقدم الشكر للملك الرمز سلمان بن عبد العزيز على نجته وإغاثته. سأعود إليك شيخ محمد، سأعود إليك. انضم إلينا الآن عبر الهاتف من الدوحة الكاتب والصحفي غمدان يوسفي، مرحبا بك أستاذ غمدان. أستاذ غمدان يوسفي، أهلا وسهلا، مرحبا غمدان. بداية، كيف تتابع أداء وأنتم صحفيون وكتاب في الخارج، ونستطيع أن نطلق عليكم مبعدين لأسباب تتعلق بأداء الميليشيا وتهديدات التي لاحقتكم من قبلها، كيف تتابعون أداء المقاومة في الأرض وأيضا تعاطي الحكومة مع هذا الأداء الميداني؟ يعني لم أسمع السؤال جيدا، إذا كان الحديث عن موضوع يعني كنت أسألك غمدان عن تقييمك ومتابعتك للمقاومة وأداء المقاومة الشعبية في الميدان وتعاطي الحكومة اليمنية لهذه المقاومة من الرياض. إذن فقدنا الاتصال بالأستاذ غمدان اليوسفي، إلى أن نعود الاتصال به. أعود إليك شيخ محمد سالم بعبود، كنت تتحدث عن الجهود التي تقوم بها الحكومة لدعم ومساعدة المقاومة في الميدان، هل يمكنك أن تطرح لنا هذه الخطوات
التي يمكن أن نتحدث بها ويعني تكون مادة إعلامية ومساندة للمقاومة؟ ما هي الخطوات العملية التي تقوم عليها أو تسعى إليها الحكومة لدعم المقاومة؟ حقيقة أنا أقول وأطلب من الحكومة اليمنية أن تسند هذه المقاومة بإعادة ترتيب وحدات القوات المسلحة الموالية للشرعية وهيكلتها وإعادة ترتيبها تحت القيادة المعينة، القيادة العسكرية التي تم تعيينها مؤخرا، وأن يعيد ترتيب هذه الوحدات، وأيضا أن يدعموا اللجان الشعبية التي تمثل وزن اثنين بعد القوات المسلحة الأمن، وأن يعيد هيكلة هذه اللجان الشعبية وترتيبها بشكل سرايا وكتائب وألوية ووحدات شعبية منظمة، وأن تدعم هذه الميليشيات بالآليات والمعدات العسكرية الحديثة والمتطورة، وإن شاء الله تعالى سيكون هذا الدعم من قبل السلطة السياسية والحكومة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس وفخامة النائب، سيكون لها أثر البالغ والكبير، ولكن نريد توجه صادق وتوجيه هذه القيادة التي تم اختيارها مؤخرا لأن تعيد ترتيب وهيكلة وتنظيم الآلية العسكرية، وإن شاء الله تعالى ستأتي ثمرة ثمارها. نأمل ذلك شيخ محمد. ابقى معنا، سوف ننتقل الآن إلى الدوحة من جديد للي ومعنا من هناك الصحفي غمدان اليوسفي. مرحبا بك غمدان مجددا. غمدان تسمعني؟ غمدان اليوسفي، إذن عودة إليك من جديد الشيخ محمد سالم بن عبود، وكنت تتحدث عن ما تتمناه وترجوه الحكومة وأنتم أيضا كأعضاء مؤتمر الرياض لدعم ومساندة المقاومة، وكنت أسألك عن الخطوات العملية لهذا الدعم أو شكل هذا الدعم الميداني. حتى نحقق النصر والتقدم والازدهار بإذن الله تعالى للمقاومة في الداخل والخارج. نعم شيخ محمد، أنت تابعت الانتصارات التي حققتها المقاومة في الضالع، وأيضا الصمود الكبير الذي يعني تقوم به المقاومة أيضا في مأرب وفي تعز وفي عدد من المحافظات، وعودة أيضا الوهج المقاومة في عدن. أنتم كأعضاء مؤتمر الرياض وأنتم في الرياض، كيف تتابعون هذا الأداء في المقاومة؟ وهل هناك من خطط لدعم هذه المقاومة بحسب هذا التطور على مستوى الميدان؟ تابعنا في المؤتمر التطورات التي تحققها المقاومة في الداخل، وخرجت توصيات قرارات المؤتمر بدعم المقاومة وإسنادها والوقوف إلى جانبها حتى تحقق أهدافها التي خرجت من أجلها. وحقيقة المؤتمر خرج بقرارات وتوصيات تدعم المقاومة وتدعم كل ما من شأنه الحفاظ على وحدة وسلامة الأرض اليمنية وتحقيق الانتصارات ودحر الميليشيات، سواء كانت هذه الميليشيات حوثية أو ميليشيات وجيش شعبي ورسمي تابع للمخلوع علي عبد الله صالح. نعم الشيخ محمد سالم بن عبود المحافظ السابق لمحافظة الجوف وعضو مؤتمر الرياض، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. وشكرا لكم أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. في الأخير لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي أيضا من القاهرة، كان معنا العميد محسن خصروف، ومن الدوحة فقدنا أيضا الاتصال بالصحفي غمدان اليوسفي. شكرا لكم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء.